تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم سيتلى عليكم من آيات الذكر الحكيم الربع الثالث من الحزب الثالث في المصحف الكريم، وأول آية من هذا الربع قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وآخر آية منه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. في هذه الحصة من سورة البقرة يتولى الحق سبحانه وتعالى تنظيم حياة المسلمين أفراد وجماعات، ويصدر إليهم أحكاما خالدة قاطعة في عدة شؤون من العبادات والمعاملات، ففيها آيات عن الصيام وعن الاعتكاف من جهة، وفيها آيات عن طريقة كسب المال الحلال وعن وجوه إنفاقه على قيد الحياة وعن الوصية به لمن ينتفع به بعد الموت، وعن القصاص وحكمته، وعن رشوة الحكام لفائدة المحكومين. أما الصيام فقد بيّن الحق سبحانه وتعالى للمسلمين أنه ليس بدعا في التشريع الإسلامي، بل إنه شعيرة من شعائر الدين التي جاء بها الأنبياء والرسل السابقون: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما بيّن وجه الحكمة فيه، وأن الغرض منه ليس هو إرهاق المكلفين بالجوع والعطش وكبت الشهوة، وإنما المراد منه ثمرته الروحية التي تتجلى في سلوك المؤمن أثناء صيامه ثم بعد انتهاء شهر الصيام طيلة بقية شهور العام، وهي ما يكتسبه الصائم من تقوى القلب وتهذيب النفس، وذلك قوله تعالى: لعلكم تتقون، بعد قوله: كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، على حد قوله تعالى في آية أخرى تشير إلى الأضاحي والهدايا بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإمعانا في الرفق ورحمة بعباده، لم يجعل الحق سبحانه وتعالى أي حرج على المريض والمسافر في الإفطار خلال أيام مرضه أو سفره بدلا من الإمساك، على أن يقضي بقدر عدد الأيام التي أفطر فيها أياما أخر تعويضا عما أفطر. وقد اعتبر علماء الإسلام في حكم المريض المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسهما من صيام، أو خافت الأولى على حملها والثانية على رضيعها. وفي هذا السياق قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما الذين فقدوا القدرة على الصيام كالشيخ الهرم الذي بلغ من الكبر عتيا، والمرأة الكبيرة التي عجزت عن الإمساك، فقد رخص الإسلام لهما ولمن مات لهما بالإفطار على أن يقوموا بإطعام مسكين واحد فدية عن كل يوم، ولا قضاء عليهم بالمرة، وذلك تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه فدية طعام مساكين، على ما قاله ابن مسعود وغيره.
وفي نفس هذا السياق تناولت الآية الكريمة بالذكر عبادة أخرى لها شبه قريب بالصيام، ألا وهي عبادة الاعتكاف، حيث يعتزل المؤمن الحياة اليومية العادية وينفرد عن أهله في ركن من أركان المسجد مكرسا وقته للعبادة والتأمل دون بقية الشؤون. وهذه العبادة يمكن القيام بها في رمضان وغيره ولمدة قصيرة أو طويلة، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يفعلها في رمضان وكان اعتكافه لا يتجاوز خلالها 10 أيام. والشرط المجمع عليه في عبادة الاعتكاف هو الامتناع عن المباشرة بتاتا ليلا ونهارا، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أما طريقة كسب المال الحلال فتنحصر في كسبه بالحق لا بالباطل، أي عن طريق الكسب المشروع الذي ارتضاه الشارع وأقرته حكمة التشريع مقابل منفعة محققة يجنيها من بذل ماله، على أن يتم ذلك عن طيب نفس منه لا عن إكراه أو إحراج. وكل كسب لم تتوفر فيه هذه الشروط وما ناسبها فهو كسب حرام، وذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض دون مبرر مشروع. والتعبير هنا بكلمة أموالكم جاء على غرار التعبير الوارد في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى في سورة النور فسلموا على أنفسكم، بمعنى لا يقتل بعضكم بعضا وليسلم بعضكم على بعض. وهذا التعبير القرآني إنما جاء متشابها في هذه الآيات الكريمة كلها لحكمة ومغزى، وكأنه يلفت نظر المسلمين إلى ما يجب أن يكون عليه من الامتزاج والاندماج فيما بينهم حتى يكونوا أسرة واحدة بل ذاتا واحدة. أما إذا أساء المسلم إلى إخوانه واعتدى على حقوقهم وألحق الأذى بمصالحهم فإنه يفتح الباب على مصراعيه بحكم العدوى وغريزة الانتقام ليسيئوا بدورهم إليه وليعتدوا على حقوقه وليلحقوا أكبر الأذى بمصالحه جزاء وفاقا. وهكذا يصدق عليه المثل العربي الشهير على نفسها جنت براقش. وأما وجوه إنفاق المال التي يحض عليه الإسلام ويعطيه الأولوية بعد كفاية حاجات النفس والعيال المشروعة فهي الإنفاق في وجوه البر التي لها أثر اجتماعي مباشر ونفع إنساني محقق، وذلك مثل الإنفاق على الأقرباء المحتاجين وعلى اليتامى الفقراء العاجزين عن الكسب وعلى المساكين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وعلى السائلين الذين لا يسألون الناس إلحافا وعلى أبناء السبيل العابرين من بلد إلى بلد في طلب علم أو أداء عبادة وعلى الأرقاء بغية تحريرهم من الرق وأسار المسلمين افتداء لهم من الأسر. وهذا ما ينص عليه قوله تعالى في هذا الربع ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. وواضح بموجب هذه الآية الكريمة أن في المال حقا سوى الزكاة، فقد ذكرت الزكاة على حدة منفصلة ومستقلة في آخر الآية كشيء زائد على بقية وجوه الإنفاق التي ذكرت مفصلة في أولها، ولا حاجة إلى التنبيه على الأهمية الكبرى التي يعطيها كتاب الله لإنفاق المال في وجوه البر وأنواع الإحسان، بحيث لا يغني عنه ولا يقوم مقامه مجرد التعبد الفردي والتبتل الشخصي الذي لا يستفيد منه إلا شخص المتعبد وحده. فمن رزقه الله المال ينبغي أن يجمع بين الحسنيين عبادة الله بالصلاة وغيرها فرضا ونفلا وشكر الله بالإنفاق في وجوه البر
وجوبا وتطوعا، وبذلك يندرج في عداد العابدين الشاكرين ويسجل في سجل الصابرين الصادقين. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية. وإلى المتصفين بهذه الصفات يشير أيضا قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وسيرا في نفس الاتجاه الذي خطه دستور الإسلام الخالد، وهو أن للمال وظيفة اجتماعية سامية، ألا وهي الإسهام في إسعاد المجتمع ورفاهيته ورفع مستواه، وتوزيع الثروة بين أفراده على أوسع نطاق، لم يقتصر كتاب الله على ذكر نماذج من وجوه البر التي يطالب المسلمين بالإنفاق فيها وهم على قيد الحياة، بل امتد نظره إلى ماذا سيكون مآل أموالهم وماذا سيفعل بها بعد موتهم. فنزلت آيات خاصة بالمواريث تحدد فرائض الوارثين في تركة موروثهم تحديدا قاطعا لا تبديل فيه ولا تغيير: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر آيات الميراث التي ستأتي مع تفسيرها بحول الله وقوته في سورة النساء. وفي حق هؤلاء اكتفى الشارع بتحديد أنصبة الإرث الخاصة بكل وارث، لكن منعهم من الانتفاع بالوصية اكتفاء بما ناله من إرث، طبقا لقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: لا وصية لوارث. أما أقرباء المسلم وذو أرحامه الذين لا يدخلون في عداد الوارثين ولا ينجر إليهم أدنى حق في التركة، فهؤلاء قد حض الإسلام على الوصية لهم إن كانت ثروة المسلم الذي ينتمون لقرابته تتسع للورثة الأصليين وبقية الأقربين. وذلك ما ينبغي فهمه من قوله تعالى في هذا الربع: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، بالمعروف حقا على المتقين. ولا يستغربن السامع ذكر الوالدين هنا في سياق الوصية دون الإرث، فهناك من الوالدين من لا حق له في الإرث، وهناك من الأقارب من لا حق لهم فيه أيضا. مثال ذلك الأم الكتابية التي ليست على دين ابنها المسلم، والزوج الكتابية التي ليست على دين زوجها المسلم. فهذه الأم لا ترث ابنها، وهذه الزوج لا ترث زوجها، وإنما أباح الله في حق مثلها الوصية دون الإرث، فيمكن لولد الأولى أو لزوج الثانية أن يوصي لها قبل وفاته بنصيب من ثروته، لكن يجب أن تكون هذه الوصية بالمعروف كما قال الله تعالى، أي بحيث لا تؤدي إلى الإجحاف بحقوق الورثة الشرعيين، وتكون في حدود الثلث الجائز فما دونه. والوصية لهؤلاء ومن في حكمهم ليست في درجة الوجوب، وإنما هي أمر مرغب فيه ومطلوب، وذلك بالنسبة لمن يرغب في صلة رحمه وستر ذويه من بعده جزاء ما بذلوا في سبيله من اعتناء وبرور وجهد مشكور، حتى لا يوصم بالتقصير في حقهم ونكران جميلهم. ولهذا المعنى يشير قوله تعالى: حقا على المتقين. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: قوله تعالى على المتقين يدل على كونه ندبة، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، فلما خص الله تعالى من يتقي أن يخاف تقصيرا دل على أنه غير لازم. وفي هذا الربع أيضا تناولت الآيات الكريمة حكم القصاص والحكمة في تشريعه، وقد كان هذا الحكم الإسلامي الحاسم تدشينا لعهد السلام والأمن بين الناس، إذ وضع حدا لسفك الدماء وإزهاق الأرواح بدون حق. وأشارت نفس الآيات إلى أن تقرير حد القصاص على أساس من العدل والمساواة إنما هو وسيلة فعالة للحد من جرائم القتل ولإقامة حياة آمنة مطمئنة يعيش في ظلها الجميع عيشة راضية. وذلك قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى،
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وختمت آيات هذا الربع من القرآن الكريم باستنكار الرشوة والنهي عنها، والتحذير من أكل أموال الناس عن طريقها، والتنبيه إلى الإثم البالغ الذي يقع فيه الراشي والمرتشي من المحكومين والحكام، وذلك قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، عطفا على قوله تعالى: ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهكذا وقفت توجيهات القرآن الكريم وتعاليمه السامية تؤيد الحق ضد الباطل، وتنصر العدل ضد الظلم، وتضع حدا للأنانية والطمع في جميع المجالات، ولا سيما مجال العلاقات الاجتماعية وما تقوم عليه من المعاملات.